أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم نصائح نص الليل. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الغدر العاطفي، وزي ما عودناكم كل مرة برنامجنا عبارة عن فضفضة. هنستقبل مكالماتكم، هنحاول نوصل بحلول معاكم لكل المشاكل اللي هتطار علينا إن شاء الله بقدر ما نستطيع. معنا في الاستوديو اليوم الداعية الإسلامي الأستاذ إسلام حجاج. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وسؤال الحلقة بتاعنا النهاردة، هل الغدر العاطفي يقبل التصالح؟ كلنا في حياتنا بنمر بمشاعر طيبة تجاه الآخرين، خاصة تجاه الحبيبة، الحبيبة التي تمثل للإنسان جزء كبير جدا من حياته، الحبيبة التي تمثل للإنسان الطريق للحياة، الحبيبة التي تمثل للإنسان شريكا للحياة، المرأة النصف الآخر للمجتمع للرجل. طبيعي جدا أن العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة بتبدأ بالمشاعر الإنسانية، المشاعر التي وضعها فينا الله سبحانه وتعالى، غريزة الحب. هل تمر الحياة دون مشاكل عاطفية؟ هل تستقيم الحياة بدون المشاكل العاطفية أيضا؟ سؤال حلقتنا النهاردة هكرره لحضراتكم مرة أخرى، هل الغدر العاطفي يقبل التصالح؟ ولماذا الغدر العاطفي تحديدا؟ الذي إن كان الإجابة بنعم فلماذا الغدر العاطفي تحديدا؟ إن كانت الإجابة بلا، لا يقبل التصالح. الغدر العاطفي معروف أن المشاعر التي تصيب الإنسان تجاه محبوبته هي أسمى مشاعر لديهم. ربما تكون مشاعر الأمومة موجودة، ربما تكون مشاعر الأخوة بين الناس موجودة. كما ذكرت لحضراتكم، اسمحوا لي مرة أخرى أن أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ إسلام حجاج. أهلا بحضرتك معنا. وزي ما ذكرت على حضرتك موضوع الحلقة النهاردة، كنا عايزين نعرف رأيك من خلال المنظور الإسلامي لهذه للحب والغدر العاطفي، هل يقبل التصالح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حقيقة هذا موضوع من الأهمية بمكان. دعني أولا أحدد الكلمات التي بناء عليها نتكلم. حضرتك كنت في البداية الغدر العاطفي، نعرف إيه هو الغدر وإيه هي العاطفة، وهل الكلام ده مرتبط بسن معين أو بأشخاص معينين، ولا الكلام ده ربما يكون فضفضة غير شرعية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا في الإسلام إلا ووضحه، وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة يعني ليست كحياة البشر، وإنما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياة طيبة، عاش فيها في مرحلة الصبا، وعاش فيها في مرحلة شبابه، وفي المرحلة الدعوية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ويتعايش، حتى تكلم عن الإنسان فقال عن الإنسان بنفسه إلف مألوف، يؤلف ويأتلف، يتآلف ويتعايش مع الناس. أولا، كلمة الغدر هذه الكلمة لم تراها أبدا في أي كلمة أو في أي جملة إلا وجدتها خارجة عن شعور الناس. هذه الكلمة لا توصف لا في القرآن ولا في السنة إلا بشيء بئيس مبغوض لا قيمة له،
لأن كلمة الغدر بتساوي عندنا في اللغة الخيانة، كلمة الغدر تساوي الخيانة. إذا الخيانة ربما تكون من الإنسان لزوجته، ربما تكون من الإنسان لغيره، ربما تكون من الإنسان لعبادته، ربما تكون من الإنسان لحياته، ربما تكون من الإنسان لدينه. إذا الغدر يساوي الخيانة. الغدر مساوي للخيانة يا شيخ الإسلام ولا هل هو مساوي تماما في مفهومه للخيانة، ولا هو جزء من مفهوم الخيانة مثلا؟ يعني كلاهما يكمل الآخر. لو أننا قلنا أن الغدر يساوي الخيانة أو الغدر جزء من الخيانة، المسألة كلها تصب في الخيانة، والخيانة أمر مبغوض لا قيمة له. إن كان يمثل شيئا فيمثل شيئا خارج نطاق الإسلام وخارج نطاق التسامح وخارج نطاق الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الحنيف الوسطي الذي عرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله للناس ووضحه وبينه صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة نحن لا نختلف عن هل الغدر كله خيانة أم أنه جزء من الخيانة، لكن في البداية وفي النهاية هو خيانة. إذن المسألة الأولى، الكلمة الأولى وهي كلمة الغدر، الكلمة الثانية وهي العاطفي. وكلمة العاطفي ربما بعض السادة المشاهدين يفهم كلامنا أننا نتحدث مع جيل معين بعينه، أو ربما نتحدث مع أشخاص معينين، أو ربما نتحدث عن بعض الشباب والفتيات الذين هم في سن الشباب أو في سن المراهقة أو غير ذلك. لكن مسألة العاطفة هذا شيء خفي بين كل إنسان، بين أي إنسان وبين غيره. ربما يكون الإنسان بينه وبين دين الله عاطفة، فيحب دين الله، فيحب دين الله عز وجل بشكل يحبه. هذه العاطفة تجعل في قلبه وجدان لعبادته. هذه العاطفة ربما تكون بين الإنسان وبين زوجته، وهذا هو أمر مألوف بالطبع بين الإنسان، بين كل إنسان وبين زوجته، وهي تلك المسألة التي تولد عندنا المودة والرحمة التي من أصلها شرع الله عز وجل الزواج حتى يتعايش الرجل مع زوجته. لكن هذه المسألة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف السن وباختلاف العقل. أنا حابب نتناول شيخ الإسلام مسألة الغدر من في جميع المراحل، يعني نبدأ بمرحلة الشباب، نبدأ بمرحلة العاطفة ما قبل الخطبة نفسها. هل تتوقع أنه الغدر ما قبل الخطبة يبقى أصلح، أو زي ما بيقال أنه بيبقى بدء نوايا، بدأت نوايا من قبل الخطبة تماما في الزواج؟ فهل تتوقع أن الغدر قبل الزواج يعادل الغدر بعد الزواج؟ بمعنى أن الغدر العاطفي نحن نسمع الآن ونطالع دائما، ما نطالع في صفحات الحوادث أن امرأة قتلت زوجها علشان خاطر العشيقة، أو أن خطيبة تركت خطيبها لأجل ارتباطاته بعلاقات أخرى كثيرة. فالمساواة ما بين الغدر في المرحلة الشبابية التي نطمح أن نصل إليهم، لأنه أنا أرى أن الشباب هم المستقبل كما يقولون وكما نؤمن نحن تماما، كيف تبني أو تبنى الحياة بين الرجل والمرأة أو بين الشاب والشابة في مرحلة الخطبة تحديدا بعيدا عن الغدر؟ أولا دعني أؤصل لك هذه المسألة. تفضل. كل شيء يبدأ من الأسرة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوله أبوه. طيب، إذن المسألة تتعلق بالبيئة التي يتعايش فيها الإنسان. إنسان تربى في مأدبة خير، بيته صالح، والده والدته